التجميع تيتم عبر نقاط متوزعة على تراب المملكة واللي تنشبها تقريبا من عند الشركات الكبرى وكذلك من عند شركات بيع السيارات وحتى محطات الوقود وكذا من لدن المجمعين المرخصين لهذه النفايات. دونك تيتم توريدها للمصنع هنا من اجل المعالجه البعديه. والمراحل اللي تتمر منها هذه النفايات وخصوصا الزيوت المحركات المستعمله هو انه ملي تتجمع في نقاط التجميع الجهويه تجي للمصنع هنا تجي عندنا المصنع يتم قبل انه يعني يتم قبولها يعني ان سيرتيفيكا داكسيبتابيليتي بريالابل سي اف بي انه تتم مراقبتها من ناحيه الجوده ديالها واشنو باش شنو هي المواد اللي تتكون منها. ملي تتم معالجه ديالها في يعني المراقبه ديالها في المختبر فهناك تتم تفريغها في الصهاريج الخاصه بجمع الزيوت المحركات المستعملة. ألوغ المعالجة من بعد أنه تدوز المرحلة الأولى وهي ما يسمى بالتقطير عن طريق الفاكيوم يعني معتدل يعني الأندر فاكيوم. يتم إزالة الماء اللي هو بيجي وبعد ذلك يتم إزالة بعض الأجزاء ديال الهيدروكربونات الخفيفة مثل الليسانس مثل الكيروزين وكل شيء هذا الشيء. من بعد تيدوز لمرحلة التقطير باندر فاكيوم ولكن فاكيوم بوسي يعني فاكيوم اللي هو قوي جدا من اجل تبخير جميع هاد الزيوت ومن بعد تفريقتها فراكسيونيشن تفريقها لاربع منتوجات تقريبا عندنا الديزل والزيوت الاساس الخفيفه زيوت الاساس المعتدله ومن بعد واحد الفيول ثقيل اللي تقدر يشكل ما بين 25 حتى 30% من هاد الزيوت المستعمله.